السلام عليكم ورحمة الله. يطيب لي أن أنقل تحيات قيادة دولة الإمارات وفي مقدمتهم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. أود أن أؤكد أن دولة الإمارات حريصة على تطوير وتعزيز علاقاتها الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة وبناء جسور التواصل والتعاون معها بما يخدم مصالح وتطلعات دولنا وشعوبنا ويسهم في جهود التنمية والتطوير والتقدم في مختلف الأصعدة، حيث أسست دولة الإمارات قاعدة متينة من العلاقات المتميزة مع الدول الشقيقة صديقة من خلال نهجها وسياستها القائمة على الاحترام المتبادل والثقة والتعاون البناء وتعزيز السلام والاستقرار. إن موقف الإمارات ثابت في الوقوف مع المغرب الشقيق في قضاياه العادلة في المحافل الإقليمية والدولية، ونعتبر هذا انعكاسا لأواصل الأخوة وصداقة وعمقها واستعراضا لعلاقات التعاون المثمر والتضامن الفاعل الذي يجمع بين دولة الإمارات والمملكة المغربية الشقيقة. وبناء على قرار القيادة الرشيدة بدولة الإمارات، يسرني أن أعلن عن افتتاح قنصلية عامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العيون المغربية. وفي هذا الصدد أود أن أشير إلى أن هذه الخطوة تعد ترجمة لعلاقات إماراتية مغربية تاريخية راسخة ولشراكة استراتيجية تقوم على أعلى المستويات أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان والمغفور له الملك الحسن منذ عام 1971، وعززت بمشاركة دولة الإمارات في المسيرة الخضراء، كما أنها استكمالاً لمسيرة متألقة من وحدة المصير والتعاون المستمر حرصت على دعمها وتطويرها قيادتي البلدين، ووثقت سجلا حافلا من التميز. سيكون افتتاح قنصلية لدولة الإمارات في مدينة العيون إحدى النتائج الإيجابية للعلاقة الراسخة التي تربط البلدين الشقيقين. سيمثل تواجدها في هذا الإقليم المغربي بمثابة دفعة كبيرة على مستوى العلاقة بين البلدين في سبيل الارتقاء بها إلى أفاق أرحب. تثمن دولة الإمارات الدور الرائد لجلالة الملك محمد السادس الله يحفظه ملك المملكة المغربية الشقيقة في مواصلة التنسيق والتشاور مع القيادة بدولة الإمارات في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، وفي الدفع نحو دعم الجهود الدولية والأممية لحل النزاعات والأزمات على المستويين الإقليمي والعالمي وتبادل وجهات النظر للوصول إلى رؤية مشتركة تتمكن من خلالها مجتمعاتنا في أن تعيش حياة كريمة ملؤها التفاؤل والأمل ومتجاوز التحديات التي تعيق من نهضتنا وتنميتنا. يسرني أن أشيد بمستوى التواصل والتنسيق بين كبار المسؤولين في البلدين ودورها الفاعل في الوصول بالعلاقة الثنائية إلى ما وصلت إليه من مستويات متميزة في مختلف المجالات، وأكد على أهمية استمرار التنسيق القائم بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية وعلى صعيد العلاقات الثنائية. آمل أن تكون قنصلية الإمارات في مدينة العيون بعمل دور هام في تعزيز الفرص الإيجابية نحو توسيع مجالات الاهتمام المشترك وتعميق قنوات التعاون الثنائي بيننا. تحياتي وتقديري لكم جميعا على حسن الاستماع، متمنيا لكم دوام التوفيق والنجاح واللقاء قريبا بإذن الله.